السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين قناة كوميدي تي في، كذلك الأصدقاء الكرام المتابعين الأعزاء. إذا سوف نقدم لكم حصة جديدة من تعلم اللغة الصينية بسهولة. من قبل المحادثات وقبل القيام بحوار حوار وكذلك التعرف على التعابير المهمة في اللغة الصينية، يجب علينا أن نتدرب حول مختلف الإيقاعات الصوتية. إذن هناك عدة إيقاعات صوتية مختلفة، كاين إيقاع مرتفع، منخفض، تصاعدي وتنازلي. إذن من خلال هذه الفيديوهات سوف نقدم لكم بعض التدريب الصوتية قبل الحديث حول المحادثات والعبارات المهمة وكذلك الحوار إلى آخره. إذن كيف ما تلاحظون هنا في هذا الفيديو، سوف أقدم لكم شيء مهم جدا. كيف ما شفنا في الفيديو السابق، تمرين خاص بالتدريب حول الإيقاعات الصوتية. إذن هناك مقاطع يجب احترام هذه الإشارات. هيا بنا نتعرف على التمرين الأول، الفرق بين إيقاع مرتفع وكذلك إيقاع تناسلي. لو طون هو لو طون ديسون، بين مستوى مرتفع ومستوى تنازلي. وفي التمرين الثاني من التدريب الصوتية، الفرق بين نقدر نميز ما بين إيقاع تصاعدي لو طون مونطون اي إيقاع منخفض لو طون با. هناك صعوبة حقيقة، ولكن من خلال التدريب المكثفة إن شاء الله سوف نتغلب على هذه الصعوبات، ويمكن لنا نقوم بحوارات ونقوم بمحادثات، وكذلك يسهل علينا النطق باللغة الصينية لتظهر الجميع أنها مستحيلة، ولكن سوف نقوم بتسهيلات إن شاء الله. يلا نتدرب أولا حول الميزة ما بين إيقاع مرتفع وإيقاع تنازلي، ثم ثانيا نميز ما بين ايقاع تصاعدي وايقاع منخفض. تابعونا. اذا يمكنكم نقل هذه المقاطع مع احترام الاشارات والتدريب بشكل جدي، لان هذا التمرين هذا شيء ما صعب مقارنه مع التمرين السابق. اذا سوف اعيد كل مقطع مرتين ونحاول. اي اي بو pour que he he quan quan tour son son doué doué. نحاول مرة أخرى، مرة واحدة كل مقطع. اي اي بو كو هي كوان تو تان توي. نحاول مرة أخرى بسرعة. اي بو كو هي كوان تو تان توي. اذا نقدم لكم التمرين الاصعب، لا ديستريكسيون اونتر لو طون مونطون اي لو طون با، معناها الفرق بين ايقاع تصاعدي وايقاع منخفض. نرجو من الجميع كتابة هذه المقاطع مع احترام الاشارات، ونتدرب على الصوتيات. كل مقطع نكرره مرتين. لنبدأ على بركة الله. chi yi yi mei mei chi yong chi yong xu yue xu yue tong tong mei mei
كو. نعيد مرة أخرى، يبدو صعب شيء ما. المحاولة الأولى كانت صعبة، المحاولة الثانية ستكون ميسرة. تشي إي ما تشيو شوية طن ماي كو بسرعة تشيي هي ماي تشيو شوية طن ماي كو. إذا نشكركم متابعين قناتكم ليك تي في، وكذلك المحبين تعلم اللغات، لأن إن شاء الله سوف نقدم لكم دائما المزيد من الفيديوهات الخاصة بتعلم اللغة الصينية بسهولة. إلى اللقاء.